لدينا مكتب دولي في جامعة إسطنبول آيفان ساراي، يمكن لطلابنا الدراسة لمدة فصل دراسي واحد في جامعات أوروبا من خلال التقديم على برنامج إيراسموس عن طريق المكتب الدولي. توجد فجوة كبيرة في تركيا في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث، لذلك سيوفر خريجو برنامج إدارة الطوارئ والكوارث العمالة اللازمة في المجالات المتعلقة بإدارة الطوارئ والكوارث في بلدنا، لذلك هناك مساحة واسعة من العمل. يستفيد طلابنا في الغالب من أعضاء هيئة التدريس في جامعتنا وفي قسمنا. الخبرة القطاعية لطاقمنا الأكاديمي عالية جدا، لذلك يمكنهم نقل هذه التجارب القطاعية للطلاب بسهولة بالغة. يعد توفير التعليم التطبيقي إحدى مزايا جامعتنا. الهدف الأساسي لخريجي برنامج إدارة الطوارئ والكوارث هو أن يكونوا فنيي طوارئ وإدارة كوارث مؤهلين يمكنهم العمل على جميع مستويات إدارة الطوارئ والكوارث، ولديهم البنية المناسبة واللازمة عقليا وبدنيا في إدارة الأزمات والمخاطر، ويعرفون التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الكوارث. يتواصل طلابنا دائما معنا بعد التخرج عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني وأدوات الاتصال المماثلة فيما يتعلق بالقضايا التي لديهم فضول حولها أو المشاكل التي يواجهونها، ونحن نحاول توجيههم قدر الإمكان. يجب على الطلاب الذين يرغبون في اختيار برنامج إدارة الطوارئ والكوارث زيارة معهد بلاتو المهني بالتأكيد والقدوم إلى حرمنا الجامعي، كما ويجب عليهم مقابلة الأساتذة وطرح الأسئلة حول المواضيع التي تثير فضولهم والقيام باختيارهم بناء على ذلك. أتمنى منذ الآن النجاح لطلابنا القادمين الذين سيختارون جامعتنا ومعهدنا المهني وبرنامجنا.